وهنا جاءت الإضافة اللي حازت على براءة الاختراع، وهي تطوير دائرة كهربائية توازن بين قدرة إنتاج الكهرباء في السيارة وبين احتياج القدر الكهربائي، لدرجة صار بإمكانك تطبخ على سيارة صغيرة مثل الصني وبدون أي حاجة لبطارية إضافية. قدر إيفريزون الجديد من رفيق الدرب، مميز ورهيب في الطبخ، تم في تصنيعه مراعاة أدق تفاصيل الجودة. شاشة عرض LED كبيرة ووسائل تحكم إضافية، سهل جدا ومجهز للي ما يحب يوجع راسه بالتفاصيل، وشنب مع اللي يبي يدخل بكل التفاصيل. خلنا نعلمك وش ابتكرنا بهالقدر. هل سبق مرت عليك محاولات فاشلة للطبخ بالقدر الكهربائي في السيارات؟ تدري وش السبب؟ القدر الموجود حالياً في السوق مصمم للعمل على الكهرباء المنزلي، وإنه يسحب طاقة كهربائية عالية جداً وفي وقت قصير، والتحدي الصعب على السيارة كيف تنتج وتحافظ على تيار عالي جداً طول فترة الطبخ. وهنا جات الإضافة اللي حازت على براءة الاختراع، وهي تطوير دائرة كهربائية توازن بين قدرة إنتاج الكهرباء في السيارة وبين احتياج القدر الكهربائي، لدرجة صار بإمكانك تطبخ على سيارة صغيرة مثل الصني وبدون أي حاجة لبطارية إضافية. طبعاً الإضافة المميزة هذه تخلي الطبخ أكثر نضج وألذ، يعني هالقدر الرهيب حتى للطبخ في البيت. أيضاً تم إضافة صمام ضغط يحافظ على ضغط القدر ويقاوم الاهتزازات حتى لو كنت تطبخ وانت ماشي في السيارة. الممتع أن خلال رحلة الاختراع الطويلة هذه كثير ساعدونا وحفزونا وكثير استصعبوها، لكن اليوم بكل فخر نقول لكم إحنا سويناها. تبي تطبخ بالبيت؟ أبشر بها. تبي تطبخ بالبر؟ أزهلها. قدر إيفريزون معك وين ما كنت.